وسهلا بكم إخوان وأحباء الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأردن بأشهر الأغاني العربية والمغربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. دائما أطلب منكم سبسكرايب اللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وكذلك أسئلتكم واقتراحاتكم تهمنا. اليوم سنقوم بشرح أغنية أنا الشاكي أنا الباكي للفنان الكبير حسين الجسمي، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية أنا الشاكي أنا الباكي للفنان الكبير حسين الجسمي هي في مقام كرد على الله، والكرد على الله بهذا الشكل. والكرد على الله يتكون من سي بيمول فقط كعلامة في السلم الموسيقي، فقط السي بيمول، لكن خلال الصولو يتخلل كذلك مقام آخر وهو البياتي. البياتي على الله فقط نزيل السي بيمول ونضع السي بالربع تون بهذا الشكل. الآن سنأخذ إيقاع معلاية خليجي على سرعة 100 ونعزف الأغنية كاملة، أي صولوهات وغناء، ثم نشرحها بالنوتة الحرفية البطيئة. تستمر الأغنية على هذا المنوال في جميع الكوبليهات. الآن سنبدأ بالكمانجات في الصولو الأول، أي المقدمة. دو ري سي سول دو ري سي سول دو ري سي دو سي ري دو سي لا لا دو ري سي سول دو ري سي سول دو ري سي دو سي ري دو سي لا لا. ثم ندخل إلى مقام البياتي بإضافة السي بالربع تون هنا، ونعمل الصولو التالي: مي ري مي دو مي ري مي دو مي ري دو ري دو سي لا سي، ونعود إلى اللازمة: دو ري سي سول دو ري سي سول دو ري سي دو سي ري دو سي لا لا، ونعود إلى الصولو الخليجي: مي ري مي دو مي ري مي دو مي ري دو ري دو سي لا سي دو ري سي سول دو ري سي سول دو ري سي دو سي ري دو سي لا لا. تبقى نفس الجملة. ثم ندخل إلى الغناء بالأورج: لا دو مي ري دو دو سي لا
La do mi re re do do si la do si si do re mi re re do si la sol sol do mi mi re re do si la. تقريبا الغناء مثل هذا الشكل، نعيده مرة أخرى. لا دو مي مي غي غي دو سي دو سي لا لا دو مي مي غي غي دو دو سي لا دو سي سي دو غي مي غي دو جي لا سي لا صول صول دو مي مي غي غي دو دو سي دو سي لا. بكل بساطة الآن سنعيد مرة أخرى عزف المقطوعة لتأخذوا عليه فكرة عامة أكثر وأكثر. كانت هذه نبذة مختصرة عن أغنية أنا الشاكي أنا الباكي للفنان الكبير حسين الجسمي، فأتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.